له، فقال له: يا سعد، ليس إلا أن يغتسل المرء وينطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاعتنق الإسلام سعد بن معاذ ودخل إلى القبيلة. قبيلة جماعة مش 10 و20 و100 و200، بالآلاف قبيلة، إلى ما فيها 30 إلى 40 ألف نساء ورجال وأطفال، الأوس والخزرج، هذا من الأوس وهذا من الخزرج. فقال لقومه: حرام علي طعامكم وشرابكم ومجالستكم ومسامرتكم والكلام معكم حتى تدخلوا في هذا الدين الذي دخلت فيه. الذي يريدني يتبعني. يقول أهل السير: والله ما أشرقت الشمس إلا والأوس والخزرج كلهم مسلمون اتبعوا سعد بن معاذ، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اهتز عرش الله لموت سعد بن معاذ. العرش ملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أنا الإخوة أصبحوا يتتبعوني، ولكن منذ بدأت الدرس والتليفون كان طافي ما يمشيش، فأنت سجلت؟ لا بأس، إذا سجلت أنت فأنزله إن شاء الله. صلوا على النبي حتى نعرف هؤلاء الرجال الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما قال له: وش دخلك أنت ونجد في دارك هنا ونرني عند أسعد وما نجيكش أنت؟ قال له: يا حبيبي يا أخي، ببسمة إشراقة ونور يتلألأ من الوجه، قال: اقعد بسمة، إذا ما عجبكش تحبس. فلما سمع شوك لحمة ودمعة عيونه وقال له: كيف ندير كيف ندير؟ قال له: اغتسل وشهد. حتى قال صلى الله عليه وسلم: يوم مات سعد بن معاذ شيعه 70 ألف ملك، 70 ألف ملك نزلوا من السماء يتبعوا في جنازة سعد بن معاذ. أي يا أخي رضي الله عنه، أي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. زعم فينا من هؤلاء الرجال الذين ينتظرون؟ مازال الخير في الأمة، مازال مازال، لكن الأمة في نكبة، الأمة في نكبة. يعني احنا هنا قاعدين في الجامعة هنا، وإخواننا في أرض المحشر وبوابة السماء ومصر الرسول وبيت المقدس وأرض الأنبياء تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. والأمة العربية 400 مليون، والأمة الإسلامية 1,700,000,000، ولكن حتى التنديد مش كنا نسمع بأن التطبيع خيانة عظمى؟ فيا من قلتم أنها خيانة عظمى، هل نددتم بهذا؟ تطبيع خيانة عظمى ولا لا؟ خيانة عظمى تطبيع مع الكيان الصهيوني ولا لا؟ خيانة عظمى، كلنا نقولها. ها؟ وقالوا حتى القادة الكبار قالها ولا لا؟ لكن هل من تنديد اليوم؟ شوفوا برامجنا في التلفزيون، شوفوا نشرة الأخبار في التلفزيون، شوفوا نشرة الأخبار في التلفزيون بتاع تونس، وشوفوا برامج رمضان في تونس. شوفوا يا أخوان، يسرقون وقتكم ويسرقون دينكم ويسرقون الرحمة اللي نزلها رب عليكم، سرقوها. اللي روح مني يجري في حل التلفزيون، النساوين متاعنا من اللي تشرب كاستاي بعد الشربة تحل التلفزيون، يحط الشان هذيك والشان هذيك، ولا راني غلط بحقيقة؟ ومش غير نسوي نحن ذاتنا التلفزيون فواتير ومش عارف وبرامج ومش عارف، هذا زيد وهذا عمر وهذه مسلسلات وهذه خرافات وهذه، حتى 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 الأداء ماسط. أنا أقول لهؤلاء، حكيت راسي والله العظيم، ايش يسموهم هذو، قول
يعني عندهم اسم بالعربي ليزاكتور ولا 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 ليزارتيست بالعربي ايش يسموه؟ فنانة فنانة لا هالفنانين هذول اللي يعملوا القصعجيات واللي يعملوا واللي يعملوا المسرحيات واللي يعمل حتى المسرحية حتى الأداء ماسط تشوف واش برطان ما رتال طال ما نش ولد البلاد أنا إيه هني ولد البلاد أنا ما ماسط حتى اللغة ماسطة حتى الأداء ماسط ما هوش هذاك الأداء اللي خليك تضحك وتتبسم وتدخل في القصة ما غير قصة ما عندناش قصة الله غالب قابل السير حمودي ما هناش قصة حتى المسرحية اللي جبها لك ما فيهاش قصة ولا لا أخي المسرحية ما سمها قصة ولا ما سمهاش قصة مؤثرة وفيها يكون فيها نقد ويكون فيها يعني نتيجة ويكون فيها يعني تستنتج منها أمور ما كان شيء ما كان شيء وسرقوا لنا أوقاتنا يا جماعة صلوا على رسول الله القصة بتاع الغزوة هذه عندنا الوقت باش نكملوها لكن نقول لكم احنا اليوم 17 من رمضان ولا لا اليوم 17 شفيك مستعجل انت بالسوري ولا بالعربي بالسوري 18 وبالعربي 17 اليوم 17 رمضان اليوم 17 رمضان قديش مازال منها مازال 12 يوم يا جماعة 12 ليش 13 إذا كان الشهر 30 13 وإذا كان الشهر 29 ها؟ إن شاء الله إحنا ماذا بين 30 لكن إذا كان 29 إيش يبقى؟ إذا كان 29 بقوة 12 تعرفوا العشر الأوائل من رمضان خير من ما سبقها والعشر الثانية من رمضان أفضل من العشر الأوائل من رمضان والعشر الثالثة من رمضان أفضل من الأولى والثانية يا جماعة والله العظيم نصيحتي لكم هذا 12 يوم نصيحتي لنفسي ولكم والله مغبون اللي مازال يحل التلفزيون في هالأيام هذه والله محروم أقولها والله محروم اللي مازال يجلس أمام التلفزيون في هذه 12 يوم اللي مازالوا واللي مازال يفارق المصحف في هذه الأيام اللي مازالوا إلا لشغل يسترزق منه إذا كان ماشي يخدم على روح الله يسعد أما اللي قاعد هنا يدور قدام الحوانيت ودور تعال المسجد والله أرى عشر أواخر النبي كان يعتكف فيها العشر أواخر كان يعتكف فيها يجي للمسجد يشد تركيني ويسكر على روحه والنهار كامل تعرف من السلف في العشر الأواخر في العشر الأواخر يختم القرآن أربع مرات في كل ثلاثة أيام يختم القرآن في كل ثلاثة أيام يختم إيش؟ القرآن في هذه العشر أيام أعظم أيام السنة أعظم ليالي أعظم ليالي العام العشر الليالي الأواخر من رمضان يا جماعة أنا يوجعني الحالي لما نشوف بني عمي وخاوتي لما يوصلوا نصف التراويح ويخرج يروح والله يوجعني قلبي والله يتعرف علاش يوجعني قلبي عليك يا مغبون اسمع إلى الرسول ايش يقول اللي يجي يصلي القيام في رمضان ويستنى حتى يوتر الإمام ويسلم الوتر غفرت له كل الذنوب خرج به ماذا خرج به من صلى نصف التراويح وخرج لم تغفر كل الذنوب ليش؟ لأن شرط أنك تخرج من ذنوبك في هاك الليلة كيوم ولدتك أمك أنك تسلم مع الإمام آخر تسليمة وتنصرف إذا انصرف الإمام يا جماعة يا جماعة ما صاموش معانا جماعتنا العام اللي فات وماتوا سنة ولا لا برج جماعة صاموا العام اللي فات وتوفوا السنة في المقبرة ولا لا هل احنا عندنا جارانتي عندنا ضمان باش نصوموا العام جاء والله ليس لنا أي ضمان نسأل الله أن يحيينا رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة لكن ربي قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها هل واحد منا يعرف وقتاش يموت أبدا
فانت لو قدر الله اننا احنا الكل نعرف تخافوا من الموت، وانا واحد منكم ما كانش يحب الموت، لكن لو فرضنا انا هذا الحقير المغبون امامكم اللي انا ما عنديش ضمان باش نعيش رمضان الاخر، ما هيش غبينا نخلي العشر ايام هذه يفوتوا وانا مانيش عارف نعيش رمضان الجاي ولا لا، انا مانيش عارف، وممكن ممكن العام الجاي يجيبوني في صندوق ولا لا، ممكن فاش نديرو، نخلي هذا الكنز هذا الخير يضيع مني من اجل مسرحيه ام تراكي والحاج كلوف، ولا من اجل مسلسل تركي، ولا مسلسل مانيش عارف الوساده الخاليه، ولا اني راحله، والا مانيش عارف ايش، هل لعبوا بعقولنا وخربوا بيوتنا وخسرونا في الدنيا والاخره؟ خسروك في الدنيا انك في عود باش تعمز مع عزوزك ومع بنتك ومع ولدك وتهدرز وتتكلم وتضحك معاهم، لا اجمعوا كل في التلفزيون، ولا كل واحد شاد المصيبه هذا التليفون ويخربش، والله شفناهم ياكلوا مع بعضهم بشان التليفون، يا مصيبه ما بقاش، الاسره ضاعت، الاسره ضاعت، بالله عليكم في غير رمضان، في غير رمضان تجتمعوا كل على الطاوله، مشى رمضان مشى الطاولة، هذا مشى كذا كنستروت، هذا عرض عليه صاحبه، ولدك قال لك راني مشيت الجرب نعوم في البحر، لا خراو تقعد انت وياها، بديتوا في زوز تبقوا في زوز من بوت، ها؟ من بوت يعني يا حبيبي يا صاحبي، ها؟ هي موجودة، فكيف هذا الكنز يا أخي يا حبيبي؟ نجم نقول لك دبر راسك، ش عندي فيك من صالح انا؟ ش عندي فيك من مصلحه انك تصلي ولا ما تصليش ولا تقرا ولا ما تقراش ولا لا؟ لكن اخوه الاسلام هي اللي دفعتني باش ما نشوفك محروم ونقول لك مد ايدك ما تخليش الوقت يفوت، هذه ال 12 يوم اللي ما زالوا والله العظيم اللي فاضي شغل انصحهم لا تنزل المصحف من يدك ولا تنزل التسبيح من يدك، تفرغ بعد رمضان، اقلب الدنيا وروح اخدم على روحك ودبر الفلوس وابني واشري سياره واشري طياره اعمل ايش عينك، هذه العش ال 12 يوم اللي ما زالت راه ضاعوا، ايش راهم ضاعوا 17 يوم ضاعوا اسم محمد ولا لا؟ 17 يوم شو اللي حج حج واللي اوق اوق كيف يقولوا فيه، ها انت وحالتك ال 17 يوم مشوا درت فيهم حاجه استعداداتك مشوا عليك بصبري اصبر وكاو وادعي ربك باش يمد لك عمرك العام الجاي لعلك حصل حويجه، والله يا اخواني انصح نفسي واياكم والله لو تعلمون ما هذه الايام ورمضان كله، وش النبي قال لو يعلمون ما في رمضان من الخير والبركه لتمنوا لو ان الدهر كله رمضان، هذه الايام وراهم شوف وراهم حضروكم برامج اخرى في العشر الاواخر من رمضان، راهم تقولوش راهم كتفين يديهم، راه بالعاني هذا الشيء اللي دايرينه والله بالعاني، والله بالعاني، انا لو كنت انا رئيس الجمهوريه هذه ليالي رمضان كلها لن يكون في برامج التلفزيون الا الدروس والمواعظ والارشاد، لا موسيقى ولا رقص ولا غناء ولا مسلسلات ولا هم يحزنوا، وانا عارف مستحيل نكون رئيس التونس مستحيل، ها؟ أنا بقول لك هذا رجعي، هذا ضد الفن، لا أنا مش ضد الفن، ارقص وغني على روحك، كل نفس بما كسبت، لكن اجعل لكل مقام مقال يا أخي، خلي هذاك العاصي الأخرى يلين قلبه شوية ويبكي شوية ويحزن على ذنوبه شوية ويرجع لربي في رمضان، بعد رمضان خليه قطع له الأحجار يزيد يعاود مرة أخرى مش مشكلة، لكن علاش تحرمه؟ أنت حارمه في رمضان وفي خير رمضان، سكر علينا هالمصايب في رمضان، حل يا سيدي يا سيدي، الأمة تموت على المسلسلات، تموت على المسلسلات، وخر المسلسل بعد التراويح ودير مسلسل الرسالة، دير مسلسل يتكلم عن السيرة، حياة عمر، حياة أبو بكر، حياة سعد بن وقاص، جيبوا القصة، كاين السير ولا ما كانش، وجيبوا ممثلين
شخصيات عظيمة تكون تعطي قيمة لما تشوف المسرحية تخليك مشوق ليها. هذه المسلسلات تأخذ منها السيرة وتتعلم منها الغزوات والسير والواحد. أول غزوة غزاها النبي أنا غزوة إيش؟ الأبواء. من قال هذا؟ يعطيك الصحة، الله يفتح عليك. جماعة كل سكتوا، عرفتك قاعد تخبوا. ها؟ غزوة الأبواء هاي ما عندهاش نص ساعة. لا، لأن باش نتعلموا، ما تكرر تقرر. يا أخي شد المصحف من البقرة، من سورة الفاتحة، البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، وانت نازل. لا لا اسمح لي، يعني قريت من البقرة نقول عمر بن ناسي ساي حفظته؟ باش تحفظ ايش يلزم؟ اتكرر. ها؟ سموه المشايخ سموه التكرار. تلقى بعض أهل القرآن العشية شادين يكرر، شاد المصحف يكرر. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الجمل إذا كان طلص في ليلة، إذا كان خرج صلاة المغرب من هنا تلقاه في مغرب غدو الصبح. أي أنت عند بالك جمل راه هنا خرج تلقاه في مغرب. فبالتالي اللي حبيت نقول أنا هذه الأيام ذهب، ليش من ذهب؟ الذهب لا يساوي هذه، الياقوت لا يساويها. هذه الأيام جنة، مفتاح الجنة، مفتاح إيش؟ الجنة في هذه الأيام. يا أخي بلغ زوجتك وبلغ أولادك وبلغ أهلك وبلغ نفسك، قول أنا منيش خدام، أنا مجنون قاعد في الدار صلي الظهر. نعم أنا بشر نقيل شوي. النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا، النبي عليه الصلاة والسلام قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، الإنسان يتعب يقيل من بعد العصر النسخة، يعني المصحف ما نعرفش نقرأ السبحة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأنت سبح 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 ليل ياخذك النوم. تمشي شهر مصايب ضيع وقته قدام تلفزيون. واحد قال لي انا والله العظيم الاخبار متاع الدول كل نسمعها. مسكين قاعد زي فركابك. ايش حصلت منها؟ ايش حصلت منها؟ يلا يلا هاك سمعت لندرا وسمعت باريس وسمعت فرنس 24 وسمعت تونس وسمعت الجزائر وسمعت مش عارف الجزيره وسمعت العربيه وسمعت مش عارف ام بي سي وسمعت كذا وبعدين بعد انت مش تركز زي الجفن ولا لا؟ مش تركز زي الجفن والوقت ضاع 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 العمر ضاع ضاع العمر يرحمك الله ضاع عمرنا ضاع يا اخواني. هالملاهي وهالواحد وهذا عندك وقت الملاهي. انا ما اقولك شد الجامع ورقد، لا خدم على روحك واكتسب وكون وخلي ايدك هذه تعرق وخلي جبينك يعرق. يا إخواني قادر أنت تخدم وتقرأ القرآن، أنت تخدم، أنت بنايد في الكنتون واحد الكنتون وانت سبحان الله الحمد لله الله أكبر والمرعقة تخدم سبحان الله، أنت خياط سبحان الله، أنت كواش سبحان الله، أنت حجام سبحان الله، وأنت تلمد يا ابن عمي دنيا واخرة. ليش غاب نروحك هيك؟ ليش ننسى ياسر ولا لا؟ ها؟ وأنا حبيت أذكركم فقط هذا الشيء، راني مش مزير عليكم لا، لأنني نبغيكم والله العظيم أحبكم لله والله العظيم. وإلا أنا حتى أنا عندي مرتي ودريتي وأولادي قادر ندير حلقة في البيت ونعلم أولادي دبر روسك ولا لا؟ لكن احنا مطالبون بتبليغ هذا الدين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاتقون. يا إخواني لا يؤمن أحدنا كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذا الدين لو كنا على صلة مع الله قوية يلعب بين 17 صهيوني في الكرة الأرضية، 17 مليون صهيوني في مليار ونص يلعبوا بينا. ما قلت لكم شروحوا قلت لهم حاربوهم، لا اقتصاد بركة غير باقتصاد غير بالاقتصاد هم بركوا.
احنا الان مش النادي. يعني انا قلت لكم قبل يومين في درس قلت لكم راهم اولاد عمنا، صح ولا لا؟ اولاد عمنا هم اولاد اسحاق، واحنا اولاد من؟ اسماعيل، اولاد عمنا. لو انهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انقاتلوهم على فلسطين؟ اجيبوا. لو انهم اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لكان لهم ما لنا ولا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لكن الاراضي فلسطين، فلسطين هيش للفلسطينيين يا جماعه. كلمه هذا فلسطيني راهي جنسيه، اي راهي الارض المباركه، راهي عقيده. قضيه فلسطين مش قضيه وطن. ما تغلطوش يقولك وطن الذين هاجروا في 48 وطن، نعم يرجعوا لارضهم بلادهم، لكن فلسطين للمسلمين كل، راهي بوابه السماء. عيسى بن مريم منين طلع للسماء؟ منين؟ من بيت لحم. والرسول منين طلع للسماء؟ منين؟ من بيت المقدس، من الإسراء. علاش ما طلعش من مكة؟ علاش ما طلعش ربي من مكة؟ يلا قال اختصر الطريق. المسجد الحرام انا وريتهولك، انا وريتهولك وانت، لكن اطلع من هنا. علاش؟ ليش هز حتى المسجد الاقصى؟ لان ربي قال الذي باركنا حوله. بوابة السماء، مش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرض المحشر، الأرض اللي يحشر فيها الناس يوم القيامة في القدس. يضحكوا علينا ويلعبوا علينا ويقول لك جابوا لنا بكري، جابوا لنا واحد يقول لنا يا أفريقيا للأفريقي، سمعوا بها هذه؟ ها؟ بكري أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، وهي كانت خزعبلات باش يقسموا أفريقيا وآسيا ومش عارف الأخرى وقسموها، وبعدين افريقيا قسموها جزيئات، هذه تونس وهذه الجزائر وهذه المغرب وهذه ليبيا وهذه موريتانيا. جدنا لهنا هذه الزاويه اللي صارت لنا مثل الصنم والعياذ بالله. والله العظيم والله لم يتبرع منا يوم القيامه، والله العظيم يتبرع منا يوم القيامه الشرك اللي قاعدين يديروا فيه هنا. جدنا هذا عارفين منين جاي ولا منين؟ اصلا من المغرب. اي نعم، اصله من المغرب. ومن المغرب وين يمشي؟ يطلع للمدينه المنوره. من ابناء من؟ من ابناء الحسن ابن علي ابن ابي طالب وابناء فاطمه الزهراء رضي الله عنها وارضاها. هذا جاء هنا باش نديروا له قبه باش نتبركوا به ونتمسحوا به، وهو عالم من كبار العلماء جاي بلغ في الفقه المالكي هنا. شنو شكون اللي حاط الحدود بين الجزائر وتونس؟ وبين ليبيا وتونس، وبين المغرب والجزائر، وبين المغرب والجزائر وموريتانيا، وبين المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وافريقيا السوداء، من اللي حط الحدود؟ ما مخططونا، بكري احنا نسمعوا من الجزائر، بكري العزاز يقول لك سمعتي ولد فلان شبيه؟ ياما قالها راه في فرنسا وتزوج وحده، عرس بوحده مغربيه، ها؟ مشى. يعني عند بالنا الجزائر والمغرب وموريتانيا في أستراليا، وهم حيط واحد. ما قسمونا وقزمونا ويضحكوا علينا. كلم حكامنا، كلم ملك المغرب ورئيس الجزائر ورئيس تونس هذا ورئيس وهذه الدولة الليبية وموريتانيا. إذا كانكم رجال، وجابت أمهاتكم كسروا الحدود. وقولها وأتحمل ما قلت. إذا كانكم رجال يا حكام المسلمين، إذا كانكم رجال وجابت أمهاتكم الرجال كسروا الحدود، خلي الأمة تعيش. قسما بالله الذي لا إله إلا هو، الفرنسي لم يجي هنا يخدم المرمى. هذاك اللي ماشيين عنده احنا نطمعوا عنده ونستنوا في 1000 يورو و1500 يورو، راهو هو ينحى فيهم من هنا بترول وغاز وذهب من مالي والسنغال وإيرانيوم من 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 النيجر وغيرها، راهو من أموال. كسروا الحدود. احنا هنا في غرار هنا وجبنا اصله من الادارسه ولا لا؟ خذوا الشجره ودخلوا اضرب على الانترنت، خذوا الشجره نتاعك وتعرف امه واحده. مش ربي قال انهم امتكم امه واحده؟ من اللي مزقنا؟ من اللي اتونسيون احضر لي الجزائريين، احضر لي التونسيين، احضر لي ها؟ هنا ياسين يقعدوا في كراسيكم، اقعدوا في كراسيكم. يا اوروبا ايش عامله اوروبا الان؟ اوروبا الرؤساء تنحهم من بلدانهم، ما تنحوش. لكن في كل عامين ولا ثلاث سنين اوروبا تحكمها دوله. الرئاسه العامه
في يد فرنسا مدة عامين ولثلاثة، بعدين تتحول لألمانيا عامين ولثلاثة. معناه شيء، معناها فرنسا تحكم في أوروبا كاملة عامين ولثلاثة، وبعدين تحول حكم لألمانيا عامين ولثلاثة، أوروبا كاملة تحت سلطة ألمانيا. وهذا نديروا هذا سيدي كيف صابنا ربي أنا. كل عامين تحكم المغرب، عامين تحكم الجزائر، عامين تحكم تونس، عامين تحكم موريتانيا، عامين تحكم ليبيا، والرؤساء والدول تبقى مخوف في بلاصتكم، انتم رؤساء ودولة وكذا. لكن نحب المغرب العربي الكبير، هذه خطة المغرب العربي الكبير خطط لها اكثر من 25 سنة قبل ما تجي الفكرة الاوروبا، قبل ما تجي فكر الاوروبا. الفكرة مازال ما جاش الاوروبا، واحنا هنا يفكروا في اعادة الحدود. لما فاقت بها اوروبا عملت على تطبيقها عندهم وشعلت النار عندنا. لو كان الان رئيس الجزائر يقول كلمه في النظام التونسي وما تعجبش التوانسه، هذا تدخل في الشان الخاص. لو ان المغرب يقول كلمه على الجزائر وبها وعليها، هذا تدخل في الشان الخاص. لو الجزائر تقول كلمه على المغرب، هذا تدخل في الشان الخاص. وايش الشان الخاص؟ تضحكوا علينا بشأن الخاص. 30 سنة، 1992، 2022، قداش؟ 30 عام الحدود مسكرة ما بين المغرب والجزائر. حول ولا قوة إلا بالله، 30 عام، مش فضيحة هل؟ وتقول لي هذا حكام؟ هذا يقسموا فينا، خايفين على رؤوسهم، خايفين على كراسيهم ولا لا شيخ؟ خايفين على رؤوسهم على كراسيهم. وهم احنا امه واحده، احنا حل الحدود وتشوف الخير اللي يصير، وتشوف يد العامله اللي تصير، وتشوف المليارات اللي تدخل. يا اخي مش صارت عندنا ثوره في تونس احنا؟ مش قالوا ان البنك المركزي سطحه؟ شو معنى سطحه؟ ما بقاش اورو ولا دولار، والمليارات ما بين بنقردان وما بين الجزائر تتعدى، والتجارة ماسية والناس عايشة والخير موجود ولا لا؟ ولا لا؟ مليارات تدور ما بين الناس والتجار، والناس تأكل وعايشة من بعضها وتشرب. ما فلستش البلاد، ما فلستش البلاد، فلست البلاد، فلست باش فلست البلاد. أنت اللي فلست فلاد، فلست باش أنت تشعل على دينك وعلى هذاك اللي يدعو دينك. لولا الإسلام، لولا الإسلاميين، لولا الشيوعيين، لولا اليساريين، لولا كذا، رانا في خير علينا. منين في خير علينا؟ منين في خير عليك؟ ونسيب الأول هذاك كان من تونس يحكم في تطاوين. خلانا والله انحرفنا في الدرس، خرجنا على الدرس للأسف الشيخ والله العظيم. لا، لأن اسمع ماش قال الرسول الأهل؟ نجوا أنفسكم من النار، نجوا أنفسكم من النار. يا صاحب الستين حط الفيستة والجبة والسدرية وحضر الكفن، وأنا صاحب الستين، فماذا أقول لصاحب السبعين؟ أقول لصاحب السبعين خذ خيمة وروح احفر قبرك وارقد أحداه. نعم، وش بقالنا هنا؟ الشباب ضاع، شباب ضاع. تعرفوا سعد بن أبو وقاص من دخل الإسلام قداش كان عمره؟ اللي كان يرمي بالسهم كان عمره 17 عام. وحنا نقول له مراهقة، فترة إيش؟ فترة مراهقة، فترة مراهقة. يعني مسكين، شوفوا عرسوا للهندي خير ما يطردق الحالة، هيك يقولوا له فترة مراهقة. أسامة بن زيد أعطاها الرسول جيش، جيش كامل، فيه من؟ فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، كبار الصحابة. شكون يقودهم؟ يقودهم أسامة بن زيد. قداش عمره؟ 17 عام. يا شباب، رقدوكم وضحكوا عليكم. اليوم الشباب يمشي سروال طايح ويقول لك خذوا لي مرأة، ناخذ لك صنورة. اي والله، ماذا تنطق سروال طايح ولا ابن غارت يا اخوان؟ ردوا بالكم، ردوا بالكم، سروالك يطيح سلم ولدي. والله اسمحوا لي يا اخوي، والله يجيب 70 داهية. شاب هنا احنا محجب بموس، وهنا بموس، وهنا بموس، وهنا بموس. احنا بكري كانوا جدودي يديرون البردعة هذه فوق رؤوسنا على الشمس ولا لا؟ حجمونا منه وخلوا هذه فوق على الشمس. اليوم مالتي نموت بتاع الفيس بروسلين، ها؟ هي ماهيش الفيس بروسلين مو بود، هي لابد بتاع باباك وجدك.
يخافوا على الجمل من الجمل كثرة الجمل حجم لك منه وحجم لك منه وخايف عليك لا تضرب بقلة بتاع الشمس يخلي لك برد عهنة صح ولا لا إلى ججتين دحيركن ما يا إخواني رجولة ولا مش رجولة أنت راجل ولا مش راجل النبي رب رجال ربي قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه 17 عام عمره وغيرهم وغير غيرهم من الصحابة دخلوا على هرقل ودخلوا على كسرى دخلوا القصر وهو راكب على الحصان عمره 23 عام نعم رجال شباب علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في الشباب اتقوا الله في الشباب اليوم الشاب مسكين الشاب مسكين بلوطة في وذنه وعرل على ظهره وشام برضو وش مسكين والنبي يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة والحالقة والشاقة الوشم هذا اللي وشم يا ويل يا ويل يوم القيامة وشام والسروال نص طايح لوطة هكا يقول ومنقوب على ركبته ومنقوب على فخذة والمصيبة اليوم حط الطفلة كيف كيف ولا لا شنو السبب السبب هالجهل ها هو الكتاب ها كتاب كما هذا ياخذ الشيخ الإمام واللي ياخذ واحد منكم ويقول يا جماعة الخير تعالوا تعالوا نقرأ شوية على سيرة الرجال ثم كتاب آخر اسمه رجال حول الرسول اشري هذا الكتاب وتعال أقرأه على أخوانك وعلى بني عمك تعالوا نقرأ قصة حياة أبو بكر تعالوا نقرأ قصة حياة عمر تعالوا نقرأ قصة حياة عثمان قصة حياة علي قصة حياة طلحة قصة حياة أبو موسى الأشعري نقرأ هذه القصص حتى باش نولوا رجال باش نولوا رجال باغي تولي راجل ولا لا اللي باغي يولي راجل يزمي يقلد الرجال ولا يقلد العلوجة يقلد الرجال اللي يبغي يكون راجل يقلد الرجال واللي يبغي يعنش خليه العلوجة ها تبغي طيح سروالك برا مع من يطيح سروال سروالك في النص طايح مهبلك عليه وهو يمشي مسكين وكرع تجمد اليمين وكرع اليسار هو راه مش ذنبه أنا أقولها لكم أنا ما هوش ذنبه لا هو الأصل راجل لكن ما لقاش من يواعي مش رب يقول ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين ما لقاش شكون يواعية ما لقاش شكون ينصحها والنصيحة نجي شوف الهامل شوف اللي ما يسواش هذا يرجع للدين لا لما تمشي تسلم عليه وتكبر به تسمع كيف حالك لباس خير ربي يفتح عليك إن شاء الله تخدم ولا لا اشتم جديد اكسب قلبه وحده سيواعه وحده سيواعه اما انت تمشي تعير مش الراجل دخل على الرسول وقال له افتيني في الزنا ولا لا قال افتيني في الزنا انا عزري وحالتي مزمره ما يجيش ما غرقت بالموت فالصحابه ثم اللي جبد السيف امدعه الله ينحيل عمره تحل فمك هكا امام الرسول هذا كلام ينقال للرسول فاش قال عليه الصلاة والسلام قال خلوه ايش دخلكم انتم خلوا بيني وبينه خلوا بيني وبينه تعال يا بني تعال يا حبيبي يا قرة عيني تعال انت تستفتي في الزنا هبط راسه قال يا رسول الله قال 25 عام 30 عام الفقر كلاني وما شكون غادي يزوجني انا قال له هل ترضاه لامك قال لا جعلني الله فداك هل ترضاه لأختك؟ لا جعلني الله فداك أترضاه لخالتك لعمتك؟ قال لا قال فكيف ترضى لبنات غيرك ما لا ترضاه لأهلك؟ برد هيك الطفلة اللي غادي تعدى عليها عندك أختك من الجهة الأخرى ولا لا؟ ها؟ ترضى واحد يتعدى على أختك؟ هتقولي ممكن فترك دقدقة أحد يعد أخوه يفترك ويدقدقك ولا لا؟ ها قال له ملكي في الدين ادعي لي ربي يا رسول الله ادعي لي ربي فماذا قال صلى الله عليه وسلم قال اللهم حصن فرجه وطهر قلبه دعوة خير هذاك الشاب اللي منحرف واللي خارج طريقه كذا وانت عرضت سين أحوالك يا وليدي لا باس ربي يفتح عليك وين باباك وين كذا خدام شوية كذا يا وليدي ربي يسترك وربي يفتح لك باب الخير إن شاء الله ويمشي دعوة خير ربما تطلع عند الله ويقبلها هو
قاعد يقول الرجل والله ما عيرني، والله ما شفع ما شفعش حجامة راسي، وما شافش سروالي مقعور، وما شافنيش غير أعطاني قيمة ولا لا؟ حكمة ضالة المؤمن أينما وجدها هو أولى بها. نعم قصة بدر إن شاء الله ربي يجيب لكم شيخ من المشايخ اللي يزيد يفصلها لكم إن شاء الله، وإذا كان في العمر بقية غدوة لبعضهم نكملوها إن شاء الله. الله غالب ديننا متشعب فيه كل أبواب الخير، تجي فكرة جيب لك 20 فكرة. فنسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يبارك في أعمارنا وفي أعمالنا. اللهم يا حي يا قيوم اهدي شباب المسلمين، اللهم تب عليهم، اللهم ردهم إلى دينك القويم وإلى صراطك المستقيم. اللهم احفظ الشباب فإنهم قوام الأمة يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلواتنا وصدقاتنا يا رب العالمين. والله يا إخواني النصيحة، الله يبارك لكم، شدوا الحيل في هذه الأيام اللي مازالت، ضير على روحك راح كنز ما تخليش يمشي ما بين يديك، ما تخليش يمشي ما بين يديك. ليش؟ لأن كل ما تعمله لك أنت، كل حد يخدم لي ولا لا؟ صغير على روحك، وبعد رمضان قطع الهجار قطع القياد، لكن تو صغير على روحك. السبحة اللي بيعرف يقرأ يذكر ربي، واللي يعرف يقرأ يقرأ ويستغفر ويصدق ويعطي الخير ويسهل على الناس، واعتكف وقوم الليل صلي التراويح، قوم عقب الليل ساعة نصف ساعة قبل الفجر صلي في بيتك، ما قدرتش في المسجد صلي في بيتك أنت وزوجتك وليداتك. قالت عائشة أم المؤمنين إذا كانت العشر الأواخر من رمضان شد النبي مئزرة، يعني الحزام صغير حزامة، وأيقظ أهله، نوضي يا فلانة نوضي يا فلانة، نوضي يا زوجتي يا قرة عيني، نوضي أنا أحب أن أكون أنا وأنت في الجنة، نوضي يا وليداتي، نوضي يا بنياتي، وقفوا ورايا، نصلوا 4 ركعات، 6 ركعات، 8 ركعات، اللي سهل من ربي، نصلوا 2 ركعتين بركة، أذن الأذان، نمشي المسجد نصلي الفجر، وهي تصلي بالذرية، وإلا ما قدرت نجي الفجر، نصلي في بيتي بأولادي، اغتنموا. ألا وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ووقفنا عند سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. هاي السلام عليكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن